بعد سنة من حادثة نفوق الأسماك ببحيرة أم الغلاز بوهران، ها هي تستعيد حيويتها من جديد. فالبحيرة بفضل قدراتها الطبيعية تشكل وسطا تعيش فيه الكائنات الحيوانية والنباتية. هناك معالجة طبيعية على مستوى هذه البحيرة، عندها بزاف تاع لي كاباسيتي، باسكو شفنا باللي بعض الجامعيين دي دكتورونت كانوا جاوا وشفنا باللي عندها بزاف تاع لي كاباسيتي باش تعالج بزاف تاع الملوثات، ومن بينها لي ميتولوغ. عندنا هادو لي سيانو باكتيري ال تريت ستازير يزابسورب هادو لي ميتولوغ، ولكن يجب ان تكون احنا الانسان يعاون هذا المحيط الطبيعي باش نعاونوه باش يقوم بهذه المعالجه الطبيعيه. تزامنا واليوم العالمي للبيئه، نظمت مديرية البيئة لولاية وهران رفقة جمعيات محلية عملية اصطياد بلاعيد سمك الشبوط الذي يتغذى على يراقات البعوض، وهنا يعاد استزراعه في الحدائق العمومية للولاية. اليوم رانا انطلقنا في أول عملية من هذا النوع، وهو أخذ عينات من سمك الشبوط المتواجد على مستوى البحيرة وكومبوزيا من أجل انطلاق في عملية معالجة بيولوجية ليرقات البعوض. إذا نحن ناخذ العينات من هذه البحيرة من أجل وضعها في المسطحات المائية الاصطناعية المتواجدة على مستوى الولاية. نمشي بالاترافير دي فيلي دو 60 متر، غادي نديرو ان فيلي نقرعو كالكوز اور اون اور ماكسيموم، نديرو كابتور دو بواسون لي فونت اون بعدا يفونت، نديروهم في ان باك بالماء تاع لو لاك. تشوفوا لا بروتيكسيون سيفي غادي تعمر لو باك، سي ان ريزافوار دو 2000 لتر. انسويت يسرو اشوميني فيغ لو بوان ديستيني سي تادير جاردان بوبليك. عملية الإبادة البيولوجية الطبيعية تساهم بشكل كبير في القضاء على البعوض، وخاصة البعوض النميري الخطير الذي يتكاثر مع حلول فصل الصيف. هنا في هذه المنطقة هذه كاين واحد البعوض راه خرج جديد كما قالك، ماشي جديد، هو قديم بكري، هو البعوض النميري، وهذا خطير جدا، يدير مضاعفات الانسان ومستدير كي كيقرص الانسان، راه يدير مضاعفات، يدير التهابات، فبلي البعوض هذا راه يولد في المستنقعات في البحيرات، وهذا السمك الشبوط هو اللي ياكل اليرقه تاعه. طريقه طبيعيه لكي نقضي على الموستيك سون زيتيليزي لي زانتيكسيتيد وهاد الصوالح وكل شيء. نظن هذا الامر غادي يتعمم على كل لي لاك على ولايه وهران. تعد هذه العمليه الثانيه من نوعها لاستزراع سمك الشبوط بالحدائق العموميه للولايه في انتظار تعميمها على الولايات المجاوره.